ولذلك إذا حدثك أحد بسر لا يجوز شرعا أبدا أنك تخبر به أحدا، حتى لو قلت في نفسك والله الظاهر إن شاء الله أنه ما يخالف عنده أني أخبر بهذا السر أو أتحدث، لا إلا أن تستأذنه. طيب، هل يشترط لما يقول لك سرا، يعني فرضا واحد جاء وأنتم جالسين في مجلس ثم التفت يمين ويسار يتأكد أن ما في أحد جنبكم ثم قال لك يا أخي أنا بستشيرك في موضوع، بالأمس ابني قبضوا عليه مكافحة المخدرات واكتشفت أنه متعاطي ولا كنت أعلم، والآن أنا كيف أحل الموضوع وكذا إلى آخره، ثم أخبرك صاحبك هذا مثلا بالحل، أنت مثلا قال لك الكلام واقترحت عليه اقتراحا معينا، اذهب به إلى مصحة مثلا لعلاج الإدمان، اذهب به إلى كذا، طيب هل يجوز أنك تحدث بالخبر؟ نقول لك لا. طيب لو قلت أنت طيب أنا بأحدث بالخبر، ما هو الرجل ما قال لي هذا سر لا تخبر أحدا، يا أخي معروف عرفا في العرف أن هذه الأخبار لا يحب صاحبها أن تنتشر عنه، هذا نوع من المذمة يا أخي، ما يجوز أنك، ما يحتاج يقول لك لا تعلم أحد، هذه بالعقل معروفة. وكذلك بمجرد التفاته يمين ويسار، إيش معنى هذا؟ معناه أنه لا يريد أحد أن يستمع إليه،